البطولة كانت جدا ممتعة، جامعة شقرا كان تنظيمها جدا رائع، البطولة كانت جدا ممتعة جدا قوية من جميع الجامعات. الحمد لله كانت أول بطولة لنا وكانت بوقت قصير جدا، والحمد لله البنات كانوا مرة مهتمين، بالعكس لقينا اهتمام أكثر من متوقع يعني بالرياضات الإلكترونية، كانت رائعة جدا كأول مرة، أخذنا مركز الحمد لله.